مساء الخير. كي تطيل الحديث مع أي شخص يجب أن يتوفر عنصرين مهمين. أول عنصر هو أنه يكون الحديث عميق وبعيد عن السطحية، وثاني عنصر هو أن تعتمد أسلوب السؤال البعيد عن التحقيق. يعني لحتى تطيل الحديث لازم تسأل بعض الأسئلة الخفيفة والممتعة واللي مش يعني بتحمل بطياتها أسلوب التحقيق، مثل وين كنت؟ مع مين؟ شو عملت؟ هالأسلوب كله هالأسئلة هي بدك تبعد عنها مثل ما اتفقنا لأنها تحقيق. أما الأسئلة الممتعة والعميقة واللي بتخلي الحديث مشوق ويطول، فهي رح إلكن نموذج منها بهالسبع أسئلة اللي رح إلكن إياها. أول سؤال هو: شو كان انطباعك أول مرة شفتني؟ هيدا السؤال كتير مهم. نقول انطباعك مش رأيك، في فرق. لا قلنا فن الكلام وفن اختيار الألفاظ، لأنه هناك فرق كبير بين تقله شو انطباعك وبين شو رأيك. لأنه شو رأيك يعني أنت مش كتير واثق من نفسك وبدك تعرف رأي الآخرين فيك. أما ما هو انطباعك لما شفتني لأول مرة، هيدا السؤال يختلف وبخليه هو يجاوب بالفعل عن مشاعره وانطباعاته الحقيقية لما شافك لأول مرة. تاني سؤال هو: متى أصبحنا مقربين من بعضنا البعض كثيراً؟ يعني متى شعرت أنه نحن صرنا كتير قراب من بعضنا البعض بعلاقتنا؟ ثالث سؤال: كيف تصف علاقتنا للآخرين؟ يعني إذا حدا سألك عن علاقتك فيه أو عن علاقتنا بشكل عام، كيف بتوصف لهم علاقتنا؟ رابع سؤال هو: كيف تؤثر الفروقات بالطبع فيما بيننا على علاقتنا؟ كيف تؤثر وليس هل تؤثر؟ لأنه إذا هل تؤثر رح يجيبك نعم أو لا. عادة إذا بدك تطيل الحديث وتخليه أكثر عمقا، ابتعد عن أسلوب هل، يعني اعتمد أسلوب كيف أو ما هو أو متى. هيدي الأمور بتخلي الإجابة أكثر تفصيلا وعمقا من الشخص الآخر. يعني فروقات الطبع أو الاختلافات بالطبع موجودة بين أي اثنين عندهم علاقة، فكتير مهم تسألوا كيف تؤثر فروقات الطبع أو الاختلافات بالطبع أو بالتربية فيما بيننا على العلاقة. خامس سؤال هو: ما هو أكثر موقف شعرت أنني أفهمك به جيدا؟ سادس سؤال هو: ما هو الشيء الذي تعتقد أنني أحتاجه منك؟ وهل أنت تقدم لي هذا الشيء؟ هالأسئلة كتير بسيطة ولكنها كتير عميقة. أولاً لما يقلك شو الموقف اللي هو حسك إنك بتفهم فيه، هون أنت راح تفهمه أكتر وراح تفهم هو شو بده أكتر. ولما تسأله شو هو الشيء اللي بتعتقد إني بحتاجه منك، هون راح تفهم هو كيف بفسر احتياجاتك أو هو شو نظرته لإلك، ولكن بطريقة غير مباشرة. هيدي الأسئلة مش ضروري تمرقها كلها بحوار واحد، سواء كنت وجها لوجه أو على التليفون. بتوجه فيك سؤال أو سؤالين بكل حوار أو محادثة بيناتكم، لأنه مثل ما لاحظتوا هالأسئلة صحيح بسيطة ولكنها بتفتح عدة مواضيع. يعني ممكن كل سؤال منا تفتحوا فيه موضوع كامل. فهيدا هو فن الكلام وفن كشف الشخصية بأسلوب بعيد عن التحقيق، وبيخلي الحديث مشوق وممتع بينك وبين أي شخص.